الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم حسن من قناة طوب زهرة. بغيت اليوم نتحدث لكم على هذا الموضوع، كنت سألتوني عليه وبغيت كل مرة نحاول ندير لكم هذا الفيديو وما قدرتش لأنه كانت النبات تاعي ما كانش واجد باه نوريكم على المباشر. كما تعرفوا أنا عندي دائما الفيديوهات تاعي نوريكم النتيجة على المباشر. هضرنا على ورد الجوري وقلنا كيف نديروه ونرجعه كثيف جدا، وسألتوني بزاف على أسئلة تاع تغيير لون النبات. ورد الجوري كان يعطي لون وبعد رجع اللون، وهضرنا على التطعيم وهضرنا على بزاف من هذو الأسئلة. نبدأ بأول سؤال اللي سألتوني عليه، قلت لي كيف نخلي الورد الجوري يدير كثافة بزاف تاع الأزهار. أنا كان لي في الرسائل بعثتهم قلت لهم لازم دائما الورد الجوري بعد ما يفتح خلوه مدة سمتحوا به ومن بعد قصوه. هذه من الطرق اللي قلتها لكم. في نفس الوقت التغذية تاعو هو يحتاج كما احنا نحضره على السماد الطبيعي، دائما نحضره السماد الطبيعي. قلنا الورد الجوري يتطلب بزاف بقايا تاع القهوة، القهوة يطلبها بزاف، ولا كي يكون في الفنجال تاع قهوة كمية تاع قهوة نضيفوا له كمية تاع ماء ونسقوا به كل مرة، ما يهمش كل 3 أيام كل 4 أيام كل 5 أيام، لأنه الكمية راهي قليلة. يعني نسمدوه بالسماد تاع القهوة، يحب القهوة لأنها تتوفر على بزاف من المواد اللي يحتاجها الأزهار. نبدأ بالنقطة تاع الأزهار، قلنا الأزهار بعد ما تفتح كما تشوفوا فيهم هذه، قلنا دائما لازم نقصوها، نقولوا هذه فاتت عليها مدة 20 إلى 25 يوم، نقصوها قبل ما تذبل، قبل ما توصل هذه المرحلة أن نفقدوها. هاي هو الغصن، هو هذا بعد ما يدير الأزهار تاعو، اسم هذا الغصن صاي يبقى شغل تقريبا نجمو نقولوا نائم. هنا النبات تاعنا هاهو، ندوه على سبيل المثال، ندوه هذه هاهي، حنا هي قصينا هذه الزهرة إن شاء الله تبان لكم. هاي بعد ما قصينا هذه الزهرة شوفوا البراعم هنا كيف خرجوا، خرجت هاهي وحدة، هاهي اثنين، هاهي ثلاثة. راكو تشوفوا هنا الفكرة تاع الأزهار، كل ما نقصوا الزهرة تاعنا كل ما زيد تخرج لنا كثافة تاع أزهار. راكو تشوفوا هاي زهرة، هاهي زهرة الثانية، وهاي زهرة راح تفتح. يعني غصن واحد، غصن واحد هذا بعد ما كان غصن واحد فيه زهرة كي قصيناه خرجوا هذا. هاي زهرة ديجا كانت قديمة، هاي زهرة كانت تحتاج بنقصها ما قصيتهاش، مسألة تاع وقت. هاي بعد ما هاي ان شاء الله تكون واضحة الصورة. هاي انا بعد ما نقص هذه الزهرة مباشرة تخرج لي براعم ديجا هذه. بعد ما انا اشوف الوقت، هذا الوقت اللي صغلينا بقصينا هذه، شوفوا الازهار هذه طولت بخرجت هذو البراعم. يعني هذه دائما الازهار هذو لازم، هاي ديجا راهي تشوفوا راهي تطيح وحدها لانه صاي هذو المرحله تاع النمو تاعهم انتهت. ما بالتالي دائما قلنا هذو الازهار نقصوهم بان نشطوهم ونخرجوا هذو البراعم. تشوفوا فيها انا مصور هي واضحه، هاي قصينا هذه شوفوا شحال من زهر، بعد ما قصينا واحدة خرجوا لنا 3 أزهار. ها هنا ندعو سبيل مثال آخر، ها قصيت أنا هذه الزهرة هم خرجوا لي 3 براعم آخرين نفس الشيء. هاي الفكرة تاع التنشيط، كيف نخلو ورد الجوري يدير لنا أزهار كثيرة. بالنسبة لهذه راك تشوف هاي بعد ما سقطت الأوراق تاعها، هاي من كاش براعم اللي خرجوا راك تشوفوا، يعني صاي هذا الغصن انتهى النمو تاعو خلاص. تكون كنا قصينا هنا يكون خرجت لنا نفس الشيء. هاهم اللي كانوا مقصوصين راك تشوفوا فيهم، هاهم 3، هاهم الغصن اللي ما كانش ما قصيتهمش ما خرجوش. اما بالنسبه قلنا للتربه تحتاج قهوه، قهوه تحتاجها بكميات معقوله، يعني تحتاج كل مره كي نشربوا قهوتنا هذيك البقايا تاع القهوه دائما نديروها في ورد الجوري ونقلبوها عليها التربه. نرجع لموضوع واحد اخر اللي تغيير الالوان التربه، تغيير لون الورده. كما نعرفوا حنا هذو الازهار قلنا لازم يكونوا بالتطعيم، لانه هذا النوع انا هدرنا فيه الموضوع هذا، قلنا باللي ما ينغرسوش عقل، يعني العقل تنوض هذا ينوض عقل، هذا الدمشقي ولا كاين بزاف انواع اللي ينوض. حنا بعد ما نزرعوا هذو نديروا التطعيم تاعنا ينوض هذا. هذا موضوع تاع التطعيم هذا وحده. دوك انا بغيت هذا، بغيت نجاوبكم على تغيير اللون تاع الازهار
كان اللي كان عنده يجيب احمر ولا بعد يرجع اللون يتغلب. هذاك التطعيم هذا اللي يكون هنايا ينوض هذا تحته، ينوض هذا الام السابقه اللي كانت مطعمه لها، وتنوض بسرعه كبيره تفوت هذا النبات، وبالتالي النشاط تاع هذا الغصن يكون اقوى من هذا لانه هذو مطعمين. بالتالي بعد سنوات تبدا هذه الام مسيطره على هذا، نبدا كل مره نفقدوا غصن 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 حتى نفقدوا هذه وتبقى لنا هذه باللون الاصلي تاع الام. يشروا اي لون هذه تتغلب، سما هذه لازم دائما في الاصل تاعها تحت التطعيم لازم نقصوها. انا هذه مش راح نقصها لاني انا نحتاجها الموسم الجاي، راح نقصها ونغرسها في التربه ونطعم بها نبات اخر. بصح كيما نتوما الا تستعملوا نفس الطريقه وتبغوا تطعموا اوكي، الا تبغوا تحافظوا على النبته تاعكم هذه كل ما يخرج هذا التطعيم هذا الجديد تحت التطعيم كله ينقص هنا وتبقى غير الاصليه. راكم تشوفوها بزاف لها منايضين بصح انا نحتاجها. هذه هي في الاخير، نتمنى اني وفقت في الاسئله تاعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.